قال دائرة أتزوج بفتاة خارج السودان، هل يجوز في النظرة الشرعية أن أنظر عبر التلفون أو الفيديو؟ بجوز يا أخواننا مع ضوابط، بجوز أنت لو برا السودان والبيت هنا أو أنت هنا والبيت برا، المهم أي صورة من الصور وأنت بعيد ما قادر تشوف عديل. ربنا أباح للإنسان أنه ينظر إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: انظر إلى ما يدعوك إلى زواجها، تنظر إلى وجهها، إلى شعرها، إلى ساقيها، إلى قوامها، إلى إلى جسدها، مقبلة أو مدبرة، بلبسها العادي لبس البيت ما في مشكلة. طيب لكن لو عبر الفيديو لابد أن يقع هذا الفيديو في يد أمينة، يعني البيت دي مرسل الفيديو، ما ترسله عبر ثلاثة واسطات، الواسطة الأولى بترسله للواسطة الثانية، الواسطة الثالثة بتوصله للزول، ده ما بيجوز كده، تبقى فرجة المرأة يعاين فيها المجتمع كله، ولا ترفع لك في النت تقول لك شوف المقطع ده، ولا كمان الناس اللي عندهم عدم غيرة، الواحد داير يمشي يخطب البيت يقول لهم رسلوا لي شريط الفيديو بتاع حفلة فلان، هو برا عامل فيها الود مغترب يعني وما فاضي، رسلوا لي شريط الفيديو يشوف أكتر بيت رقاصة في الحفلة يقول لهم بس داير دي، يا زلمة أنت بتيخو أنت قايله الزواج ده يخليك عندك غيرة، عندك أخلاق، ما تتزوج بنت مجاهرة بالفاحشة ومجاهرة بالخنا وترقص قدام الرجال وتقول لهم داير دي، يا خليك عندها غيرة على كلا دي ما بتعرس، ودي ما تعرس بالزي ده اصلا، والله تندم ندم، شوف تندم ندم لا يعلم به الا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لمالها، تنكح دي الناس بيظنوا انه تنكح يعني امشي عرس عشان مالك، لا ما الفهم كده، تنكح يعني الناس بيعملوا كده، الناس مش انت، لا الناس بيعملوا كده، تنكح لمالها او لجمالها او لحسبها او لنسبها، لكن انت قال لك شنو؟ المسلم قال لك فاظفر بذات الدين، ذات الدين دي باقي لك، بتكون يا هل قاعده في الفيديو دي ترقص الدنيا كلها والناس بيشاهدوا لها والناس كلهم شافوها كلهم، مش مرتك اللي انت دي دايره دي جات شافوها لايف، وحتى بعد ما تعرسها لو جيت واحد يقول لك واحد يبقى مرة دقة هذه شايفه كمان ده غير، يا أخي ما تعرس زي ده. فعلى أي حال إذا كان الفيديو من البيت بيصل لزول الدار يخطبه هو أبيح له إنه ينظر إليها لهذا الغرض الشرعي الذي لا يتم هذا الأمر الشرعي إلا به، بجوزه بس يشوفها ويمسح الفيديو طوالي، مش يحتفظ به عنده بعد ما جل الخطوبه يكون خات الفيديو قاعد كل مره بيفتحه بعين له ويقفله، ما بجوز حرام كده. جازت لك النظره دي لغرض شرعي ما تتعدى هذا الغرض الشرعي فقط بس بقدره وانتهى، والقاعده الشرعيه تقول وما ابيح للضروره فبقدر ما تحتاجه الضروره، اي حاجه ابيحت لضروره بس قدر ضرورتها، الليلة المرأة بجوز للضرورة عندها عملية جراحية بيقلعوا ملابسها ويجوا الأطباء قد يكون رجال ونساء ويعملوا عملية جراحية بجوز للضرورة، لو ما وجد من الكادر النسائي من يقوم بالعملية بجوز، لكن بعد ما انتهت العملية والمرأة بقت كويسة تاني يقول الطبيب أنا ما دكتور طبعا برضو جوالي دار أشوفها تاني، ما بجوز تاني لا طبيب لا غيره، فبقدر ما تحتاجه الضرورة انتهى الموضوع على كده.